اليوم 25 ماي خرجت المؤسسة ببلاغ صحفي و بوان دو بريس كنقدموا فيه النتائج ديال واحد المشروع اللي هادي تقريبا سنتين وحنا خدامين فيه مع الشركاء ديالنا. الشركة اللي عندها كنسميوها كدير الاغ اس او ديالها ومع المعهد لينرا ومع مجموعة ديال الفلاحين اللي كاينين في ايت بعمران. اذا احنا اختارينا الطريقة ديال ان نديرو واحد المحاربة اللي هي طبيعية وتكون انتغري يعني متكاملة بالنسبة للحشرة القرمزية. اذا جبنا واحد الحشرة سميتها تريفوركاتا كنقولوا ليها بسطا للام سعودة لانها دخلت علينا الفرح والحمد لله نجحت وفي التجارب اللي درنا. واليوم كاينه عندنا الامكانيه احنا والناس اخرين باش يعرفوا هذه الطريقه البيولوجيه اللي هي مساعده للبيئه وصديقه للبيئه باش نحاربوا القرمزيه باش ما تزيد تكاثر ويكون واحد النوع ديال بناء جديد ديال اكناري في منطقه الجنوب وفي مناطق اخرى ديال المغرب. تريفوركاتا مسعوده شنو كدير؟ هي كتاكل فقط القرمزيه ما كتاكلش شي حشره اخرى او لا كتاكل شي نوع اخر ديال النبات، كتاكل فقط القرمزيه. اذا ملي كنحطوها على القرمزيه على الشفره ديال اكناري كتدخل تحت الصوفه وكتاكلها وكتقتلها. هذه هي الطريقه ديالها ديال البريداسيون ديال القرمزيه. الاشكال اللي وقع بالنسبه لهاد الحشره ديال تريفوركاتا انها كتعيش غير على القرمزيه، اذا الساعه اللي كتسالي القرمزيه حتى هي كتقدر تموت. هذا اشكال، ولكن احنا الهدف ديالنا كالمكسيك مثلا نوصلوا لواحد النوع ديال توازن طبيعي ما بين القرمزيه وما بين تريفوركاتا. كاينين طرق اخرى موازيه لتريفوركاتا ولكن هي اللي كتنجح اكثر. كيمكننا نستعملوا الماء، يمكننا نستعملوا الصابون البلدي، يمكننا نديروا الغبار، يمكننا نديروا الحواض ونديروا فيهم الغبار، يمكننا غير نغسلوا ونحكوا بالشيتا اللي ما كتجرحش الاقرنف ديال اكناري. ولكن هادو كلهم كيكونوا تقريبا في الاول ملي يلاه كتبان الحشره على اكناري، وكيكون ولا كان الانسان عنده واحد المسافه كبيره او لا كان في راس الجبل، هادو مسائل اللي كتكون صعيبه. الفكره ديالنا بحال اللي كاين تماما بالنسبه للمكسيك هي انه الحشره تريفوركاتا تكاثر وهي براسها اللي كتمشي من بلاصه لبلاصه حتى كتقضي على القرمزيه، وفي نفس الوقت للاسف الشديد كتموت هي حيت هي الوحيده اللي كتاكلها. وهذه الحشره لونسا مرخصه باش تدخل للمغرب. طبعا احنا عندنا مشهورين بالهنديه هذه، ولكن مع الاسف جاتنا هذيك القرمزيه وقضت لنا على كل شيء. احنا وصلتنا في 2018 وفي 2019 داز عندنا السيد الدكتور بوهرود اللي هو من لينغا المعهد الوطني للبحث الزراعي، ودار محاضره على محاربه القرمزيه وبصفه عامه هاد الافات كلها بطريقه بيولوجيه. فعيطنا عليه وقلنا له كيفاش نديروا باش نبداو مشروع شي تجربه نشوف واش صالح لنا ولا لا، ونشوفوا كيفاش غادي نمولوها. اذا اتفقنا جلسنا قلنا ها اللي خاصنا، ها المشروع كيفاش داير، ها شحال غادي يقدوا، وقدمنا المشروع للبنود في الرباط. قالوا لنا غادي نقدروا نعاونوكم، ولكن حنا راه السياسه ديالنا بالنسبه لهذه القضيه هذه غادي ديروا واحد حقكم نديروا حقنا. وفعلا اتفقنا على داك الشيء وبدينا، وفي ظرف عامين اليوم وصلنا للنتيجه. والنتيجه الاساسيه هي الحشره اللي كتسمى هيسبيراسبيس تريفوركاتا، اللي هي واحد النوع ديال داسوقات، وهاد الداسوقة هادي كتقضي على القرمزية لأنها كتعيش غير منها. حنا شنو كان الدور ديالنا؟ هو اكتشاف بلي هاد القرمزية هادي حل، وهي معروفة في المكسيك، لأن في المكسيك دائما عندهم هاد القرمزية ولكن عندهم هاد التريفوركاتا هادي، وكاين واحد النوع ديال التوازن. عمرها القرمزية عمرها ما كتقضي على الهندية، وبالأخص اللي عرفنا بلي هاد الهندي اللي عندنا حنايا راه جاي تاريخيا جاي من المكسيك. جربناه هنا ولقيناها بلي تكيفت من داك الشرفيع مع البلاد عندنا، جربناها في تبع عمران وعطاتنا نتائج من داك الشرفيع وبسميتو بشهاده لونسا، جات لونسا وشافت داك الشيء قالت لنا هذا الشيء هذا مزيان. في نفس الوقت حنايا ملي كنا خدامين كانوا عندنا بحكم اننا كنخدموا على المستوى الوطني، فاذا كانت مثلا
كان شي حاجه كنقدروا نديروا فيها نجيبوا فيها شي حل ولا شي كنكونوا متواجدين. وبالنسبه لمشروع الضباب كانوا اتصلوا بنا الناس ديالنا في اهلنا نقول في الشمال في جهه واد لاو يعني غماره، وكنا مشينا درنا معاهم واحد التجربه باش نشوفوا واش يقدروا يستغلوا الضباب. مع الاسف ما كانش عندهم الظروف، ولكن بقينا معاهم على اتصال. منين جات القرمزيه قالوا لنا ودي راه عندنا القرمزيه بحالكم. فاحنا يا اخ هذه الشهر طلعنا لعندهم ودينا معانا هذيك الساعه كنا عارفين باللي تريفوركاتا اللي دابا حنا كنسموها مسعوده على سبيل المثال، دينا هذيك مسعوده وحطيناها عندهم. والبارح تكلموا معنا من بعد شهر قالوا لنا راه باقي عايشه. احنا هذا هو الاساس، اذا كانت عايشه ندينا من تماك غير واحد 25 ديرناهم تماك، وباين باللي بداو كياكلوا هذيك القرموزيه ومتفائلين ان شاء الله. والهدف الكبير ديالنا وهذا مع بتنسيق مع لونسا هو ان غادي نطلعوا لهذا الريف ولا عند جبال عند غماره باش نحاولوا على الاقل نطلقوا واحد شويه ديال هذا تريفوركاتا بين ما يكون واحد البرنامج وطني للمحاربه. هذا البرنامج الوطني راه في طور الانجاز مع الدوله ومع يعني البلاد كلها راه مهتمه بهذا بهذا الشيء هذا، ونتمناو باللي هذا الحل هذا يفكنا من هذه المشكله هذه. وعلى كل حال هو في نفس الوقت كيبين لنا باللي البلاد مفتوحه على برا، إذن دائما مهددة باش يدخلوا لها حشرات وآفات جايات من برا. والحل الوحيد اللي عندنا ممكنناش دائما نحاربوها بالطرق الكيماوية، فخصنا نعتمدوا على المعاهد اللي عندنا وعلى البحث العلمي والتنسيق مع المجتمع المدني ومع الشركات الهامة. وهنا في نفس الوقت نفعتنا واحد الشركة اللي هي مختصة في هذا الشيء هذا، واللي في إطار المسؤولية الاجتماعية والبيئية ديال الشركات قامت بالواجب ديالها، وهي اللي عندها فرصة عندها رخصة من لونسا باش استورد هاد الحشرات. وكانت فعلا طلبات لونسا، قنعات لونسا باللي خصها تجيب هاد الحشره اللي هي تريفوركاتا ودخلات. وكنشكروا كل شيء هاد الناس اللي عاونونا، وان شاء الله يكون في هاد الشيء هذا خير.